في عندنا هون سيستم بتكون من سبرينج وبلوك. في البداية كانوا مفصولين موجودين على horizontal frictionless surface وما في أي قوة خارجية. إذا السيستم ما في حركة، إذا الكينيتيك انرجي بتساوي صفر والبوتنشال انرجي بتساوي صفر لأنه ما في interaction جوا السيستم. والتوتال انرجي بحالتنا بتساوي الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. بعدين أثرنا على السيستم بقوة خارجية، هاي القوة بتساوي spring force بالمقدار وبتعاكسه بالاتجاه بحيث أن البلوك يتحرك دائما بسرعة ثابتة ولكن سرعة كثير صغيرة بحيث أنه ممكن نهمل سرعة البلوك وبالتالي نهمل الكينيتيك انرجي للسيستم. إذا الكينيتيك انرجي للسيستم صفر. نعرف سابقا أن الإلاستيك potential energy بتساوي نص k x تربيع، هون x كانت تساوي صفر وبالتالي الإلاستيك potential energy في الحالة هاي كانت صفر، بينما هون صار في إلها قيمة، إذا الإلاستيك potential energy زادت. هلا بالنسبة للgravitational potential energy ما في gravitational potential energy لأنه السيستم ما في gravitational force ما بين الزاوية. إذا بنلاحظ هون إن الـ potential energy اللي هي بحالتنا بتساوي الـ elastic potential energy زادت، الـ total energy بتساوي الـ kinetic energy زائد الـ potential energy، وبما أنه الـ kinetic energy بيساوي صفر إذا الـ total energy بيساوي الـ potential energy. هون واضح إن القوة الخارجية استمرت في بذل شغل على السيستم، واضح إنه X وصلت X max. إذا واضح إنه الإلاستيك بوتنشال إنرجي رجعت زادت. طبعا الكينيتيك إنرجي ظلت صفر لأنه البلوك ماشي بسرعة ثابتة ولكن كثير صغيرة بحيث إنه إحنا ممكن نهمل الكينيتيك إنرجي. فبنلاحظ هون إنه البوتنشال إنرجي اللي هي بتتكون من الإلاستيك بوتنشال إنرجي بحالتنا زادت، وزاد معها التوتال إنرجي لأنه هون total energy بيساوي potential energy لأن الكينيتيك energy بيساوي صفر. بعدين قمنا بإزالة القوة الخارجية عن السيستم. إذا هلا ما في شغل بينبذل على السيستم، إذا واضح أن total energy رح تضلها مثل ما هي لأن الوير عبارة عن وسيلة لتبادل الطاقة وهون ما في وير، إذا السيستم ولا بأخذ ولا بعطي طاقة. واضح هون ان السبرينج بيأثر على البلوك بقوة الى اليمين، اذا التسارع راح يكون باتجاه اليمين. واضح ان البلوك بيتحرك باتجاه اليمين، اذا واضح انه سرعة البلوك بتزيد، اذا الكينيتيك انرجي بتزيد. واضح هون انه اكس بتنخفض، مثلا قارن اكس هون بهون، واضح انه اكس تنخفض، اذا الإلاستيك بوتنشال إنرجي تنخفض. واضح إنه هون كانت هيك وهون كانت هيك، ولكن التوتال إنرجي للسيستم ما تغيرت لأنه ما في شغل بيجي عليها من برا، ولكن صار في تغير بشكل الطاقة جوا السيستم. فواضح إنه البوتنشال إنرجي عم تتحول لكينيتيك إنرجي. واضح هون إن السبرينج رجع للحالة الأصلية، X صارت بتساوي صفر، إذا البوتنشال انرجي بتساوي صفر والتوتال انرجي ظلت ثابتة ما تغيرت من هون لهون لأنه ما في شغل خارجي، إذا الطاقة على السيستم كلها ظلت ثابتة. بس واضح أن البوتنشال انرجي تحول بشكل كامل لكينيتيك انرجي. واضح هون أن التوتال انرجي بيساوي الكينيتيك انرجي. هاي الرسمة بنسميها انرجي بار تشارت. واضح انه على الهوريزونتال اكسس في انواع الانرجي كينيتيك بوتنشال توتال، وعلى الفيرتيكال اكسس موجود عندنا مقادير. في عندنا هون كتاب موجود على طاوله، هاي الطاوله مش فريكشنلس اذا بتاثر قوه احتكاك على الكتاب. اثرنا على هذا الكتاب القوه وبعدين ازلنا هاي القوه بحيث اكسبنا هذا الكتاب سرعة أولية. واضح من مشاهداتنا اليومية أن الكتاب رح يصير يتباطأ لحد ما يتوقف.
نتيجة قوة احتكاك ما بين الطاولة والكتاب. رح نفرض هون إنه السيرفس تبع الطاولة هو السيستم. واضح إنه الكتاب رح يأثر بقوة احتكاك على سطح الطاولة باتجاه اليمين، هيك إنه الكتاب بتحرك باتجاه اليمين. واضح إنه إزاحة نقطة تطبيق القوة للفريكشن فورس رح تكون باتجاه اليمين كمان، لأنه الكتاب بتحرك باتجاه اليمين. إذا سطح الطاولة بتعرض لبوزيتيف ورك، ولكن الكاينتيك انرجي للطاولة ما تغيرت، لأنه الطاولة ثابتة ضلت ثابتة، والبوتنشال انرجي للسيستم اللي هو بتكون من الطاولة كمان ما تغير. وإحنا بنعرف إنه بدل بوزيتيف ورك على سيستم بيزيد الانرجي للسيستم. إذا وين راحت انرجي هاي؟ فعليا اذا لمسنا الكتاب والطاوله بعد هاي العمليه راح نلاحظ انه سخن. اذا هذا النوع الثالث من انواع الطاقه اللي هو الانترنال انرجي. اذا الورك زاد الانرجي للسيستم، وهاي الزياده كانت على شكل انترنال انرجي، نعطيها الرمز اي انترنال. الانترنال انرجي هي عباره عن الطاقه اللي بترتبط بدرجه الحراره للسيستم. رح نرجع ناخذ نفس المثال السابق، بس هون رح نعتبر السيستم بتكون من الكتاب والطاوله. حكينا انه بذلنا شغل على الكتاب واكتسبناه سرعه اوليه، وبعدين ازلنا القوه الخارجيه، وبالتالي هلا ما في ورك بياثر على السيستم. الشغل اللي تم بذله على السيستم في البداية أعطى السيستم انرجي معينة، وكانت هاي الانرجي على شكل طاقة حركية. بعد ما أكسبنا الكتاب سرعة أولية وأزلنا القوة الخارجية، وبالتالي هلا ما في ورك بنبذل على السيستم، وبالتالي يفترض إنه الانرجي للسيستم تضلها ثابتة. واضح إنه الانرجي للسيستم ظلت ثابتة بمقارنة التوتال انرجي هون وهون، ولكن مشاهداتنا اليومية بنلاحظ أن الكتاب بصير يبطأ. معنى أن الكتاب يبطأ أن الكاينتيك انرجي له بتصير تنخفض. واضح هون أن الكاينتيك انرجي أقل من هون، وزي ما حكينا الكاينتيك انرجي بتحول لإنترنال انرجي بسبب الفريكشن فورسز الموجودة بين الكتاب والطاولة. الفريكشن فورسز بتحول الكاينتيك انرجي الى internal energy، فبنلاحظ في سخونه بالكتاب وبالطاوله. اذا جزء من internal energy بتخزن بالكتاب، وجزء من internal energy بتخزن في الطاوله. اذا الكاينتيك انرجي بتحول لانترنال انرجي. اخيرا الكتاب بتوقف، طبعا التوتال انرجي رح تضلها نفسها لانه ما في شغل بنبذل على السيستم من برا، والكاينتيك انرجي راح تتحول بشكل كامل لانترنال انرجي. فاذا الكاينتيك انرجي راح تصير صفر لانه الكتاب بتوقف. الكاينتيك انرجي اللي كان السيستم بالبدايه بيمتلكها كلها تحولت لانترنال انرجي، وهون صار التوتال انرجي يساوي الانترنال انرجي. ملاحظه مهمه، احنا هون كنا مفترضين انه الانرجي للسيستم قبل ما نحرك الكتاب كان يساوي صفر. الانترنال انرجي بتساوي صفر، والكاينتيك انرجي بما انه الجسم ما في حركه بتساوي صفر، وبالتالي التوتال انرجي بتساوي صفر. على كل حال هذا الفرض عشوائي، بامكاننا نفرض ارقام اخرى. على كل حال باعتماد هذا الفرض خلينا نفرض انه احنا بذلنا على الكتاب شغل مقداره مثلا 50 جول، وبالتالي الطاقة الحركية ارتفعت ل 50 جول من 0 ل 50، الانترنال انرجي ما تأثرت، والتوتال انرجي 50. هون الانترنال انرجي ما تغيرت ضلت 50، الكاينتيك انرجي مثلا انخفضت ل 30، وال 30 جول الضايلين صاروا انترنال انرجي تخزنوا بالكتاب والطاولة. هون لما الكتاب توقف التوتال انرجي ما تغيرت ضلت 50،
والانترنال انرجي صارت 50 والكاينتيك انرجي صارت 0. خلينا نفرض انه السيستم قبل ما نحرك الكتاب الانترنال انرجي تبعته يساوي 10. هذا الفرض عشوائي، مثلا بدي اختار 10 والكاينتيك انرجي بما انه السيستم ما بتحرك كان بيساوي 0، اذا التوتال انرجي بتساوي 10. بعد ما بدلنا الشغل على الكتاب وحركناه واضح ان السيستم اكتسب 50 جول اضافية على شكل كاينتيك انرجي، اذا الكاينتيك انرجي بتصير 50، الانترنال انرجي ما تغيرت ضلت 10، والتوتال انرجي صار 60. لما السيستم وصل للمرحلة هاي واضح انه 30 جول من الكاينتيك انرجي تحولوا لانترنال انرجي، اذا الكاينتيك انرجي صارت 20 والانترنال انرجي صارت 40 والتوتال انرجي ظلت 60. بعد ما الكتاب توقف كل الطاقة الحركية تحولت لانترنال انرجي، اذا الانترنال انرجي صارت تساوي 60 والكاينتيك انرجي بتساوي 0 والتوتال انرجي ما تغير ضلوا 60 بما انه ما في شغل مبذول على السيستم. واضح انه قيم الانرجي هون تختلف عن قيم الانرجي هون، ولكن مش مهم، احنا بهمنا الديفرنس. فمثلا من هون لهون واضح انه الكاينتيك انرجي انخفضت 30، واضح انه هون انخفضت 30، والانترنال انرجي من هون لهون زاد 30 وهون زاد 30، والتوتال انرجي من هون لهون ضلوا ثابت وهون ضلوا ثابت. من هون لهون الكاينتيك انرجي انخفض 20 وهون انخفض 20، والانترنال انرجي زاد 20 وهون زاد 20، والتوتال انرجي ضلوا ثابت وهون ضلوا ثابت. هون راح نقسم الفورسز لنوعين، كونسرفاتيف ونون كونسرفاتيف. الكونسرفاتيف فورسز لها خاصيتين، الخاصية الأولى إنه الويرد المبذول من الكونسرفاتيف فورس على جسم بيمشي بين نقطتين ما بيعتمد على المسار، والخاصية الثانية إنه الويرد المبذول من قبل كونسرفاتيف فورس على جسم بيتحرك في مسار مغلق بمعنى بيبدأ وبينتهي بنفس النقطة بيساوي صفر. فعليا الجرافيتيشنال فورس والسبرينج فورس هم كونسرفاتيف فورسز. مثلا خلينا نشوف الشغل اللي بتبذله الجرافيتيشنال فورس على جسم بروح من واي انيشال لواي فاينل. واضح ان القوة على الجسم بتساوي ناقص ام جي جهات كمقدار ام جي، وناقص جهات لانه اتجاهها الى الاسفل، الازاحة دلتا ار بتساوي واي فاينل ناقص واي انيشال جهات، جهات لأنه اتجاه إلى الأعلى باتجاه الواي. الشغل راح يكون بيساوي ناقص MG جهات دوت دلتا واي جهات بتساوي ناقص MG واي فاينل ناقص واي إنيشيال. واضح إن الشغل بيعتمد بس على واي فاينل وبيعتمد على واي إنيشيال بغض النظر كيف الجسم راح من هون لهون، عن طريق البلو لاين ولا الريد لاين ولا الجرين لاين مش مهم، المهم نقطة البداية ونقطة النهاية. إذا واضح أن الشرط الأول الجرافيتيشنال فورس بحققه، إذا الجسم بدأ وانتهى بنفس النقطة فبهاي الحالة y initial يساوي y final، وبهاي الحالة الويرد يساوي صفر. إذا الشرط الثاني كمان متحقق. بالنسبة للسبرينج فورس في عنا هون سبرينج مربوط في بلوك، حكينا سابقا ان الشغل المبذول من السبرينج على البلوك بيساوي نص كي اكس انيشال تربيع ناقص نص كي اكس فاينل تربيع. واضح من هذا القانون ان الويرد بيعتمد بس على النقطة البدائية
والنهائي للبلوك. إذا الشرط الأول محقق، واضح إنه إذا البلوك بدأ وانتهى بنفس النقطة X initial بتساوي X final، وبالتالي WS بيساوي صفر. إذا الشرط الثاني كمان متحقق. في محاضرة سابقة حكينا إنه خلينا نعتبر الأرض والكرة سيستم واحد، ونطبق على الكرة قوة خارجية سميناها F applied، بحيث إنه هاي القوة بتساوي قوة الوزن بالمقدار وعكسها بالاتجاه. إذا محصلة القوة على الكرة راح تكون صفر. إذا الكرة راح تمشي بسرعة ثابتة إلى الأعلى، وحسبنا الشغل اللي بتبذله الـ F applied وسميناه external work، لأنه الـ applied force جاي من برا السيستم، وبالتالي الشغل اللي بتبذله هو شغل خارجي على السيستم، وكان شغل القوة الخارجية بيساوي mgy final ناقص mgy initial. حكينا mgy هي عبارة عن gravitational potential energy. إذا الشغل اللي بتبذله القوة الخارجية بيساوي التغير في البوتنشال انرجي، وحسبنا الشغل اللي بتبذله الجرافيتيشنال فورس وسميناه انترنال ورك، لأنه الجرافيتيشنال فورس هو موجود جوا السيستم بيتم تبادلها بين عناصر السيستم، وبالتالي سمينا الشغل اللي بتبذله انترنال ورك، وكان بيساوي ام جي واي انيشال ناقص ام جي واي فاينل. واضح لنا ان الشغل الداخلي يساوي سالب الشغل الخارجي. وفي محاضرة سابقة كمان أخذنا سيستم بتكون من بلوك وزنبرة، وطبقنا عليه قوة خارجية F applied، بحيث انه هاي القوة بتساوي spring force بالمقدار وبتعكسها بالاتجاه، بحيث انه البلوك يتحرك بسرعة ثابتة. وحسبنا الورك اللي بتبذله applied force وسميناه external work، لانه بنبذل من قوة خارجية، وكان بيساوي نص كي اكس فاينل تربيع ناقص نص كي اكس انيشيال تربيع. وحكينا ان نص كي اكس تربيع عبارة عن الالاستيك بوتنشال انرجي. اذا الاكسترنال ورك بيساوي تغير في الالاستيك بوتنشال انرجي، وحسبنا الشغل اللي بتبذله السبرينج على البلوك وسميناه انترنال ورك، لانه السبرينج فورس قوة موجودة جوا السيستم بيتم تبادلها بين عناصر السيستم، وكانت بتساوي نص ك x initial تربيع ناقص نص ك x final تربيع. إذا واضح إنه internal work بيساوي ناقص التغير في elastic potential energy. هاي النتائج ممكن تعميمها بالقاعدة التالية، إنه الwork اللي بتبذله قوة داخلية بشرط أنها تكون conservative force بيساوي ناقص التغير في potential energy. نيجي هلا non-conservative forces. حكينا سابقا عشان الفورس يكون conservative force لازم يطبق عليه شرطين. non-conservative forces ما تلتزم بهذول الشرطين، اذا الورك المبذول من قبل non-conservative force يكون path dependent، بمعنى انه بيعتمد على المسار مش بس نقطة البداية ونقطة النهاية. بشكل عام الميكانيكال انرجي للسيستم بتساوي الكاينتيك انرجي زائد potential energy. طبعا هون potential energy بيشمل elastic potential energy والgravitational potential energy. مثلا في عنا كتاب بسقط تحت تأثير الجاذبية الأرضية، طبعا ما في friction رح نعتبر. بهاي الحالة الميكانيكال energy للبوك اير سيستم يبقى ثابت، لأنه ما في أي شغل خارجي يتم بذله على هذا النظام. ولكن بنلاحظ من خلال سقوط الكتاب إنه سرعته بتزيد، بمعنى الكاينتيك انرجي تبعته بتزيد، وبنلاحظ إنه ارتفاعه عن سطح الأرض بنخفض، إذا الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي بنخفض، ولكن الميكانيكال انرجي للسيستم بتكون ثابتة. إذا الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي بهاي الحالة بتصير تتحول لكاينتيك انرجي، ولكن وجود نون كونسرفاتيف فورسز مثل الفريكشن في النظام بيغير الميكانيكال انرجي للسيستم. مثلا في عندنا كتاب موجود على طاولة، سطح هاي الطاولة مش فريكشنلس، أثرنا على الكتاب بقوة ومنحناه سرعة أولية، راح نعتبر السيستم هون هو عبارة عن الكتاب وسطح الطاولة. واضح هون الكتاب هو بيمشي سرعته راح تنخفض، إذا الكاينتيك انرجي للسيستم عم تنخفض، مع أنه فعليا السيستم ما
ما بيأثر عليه شغل خارجي. إذا وين بتروح هاي الطاقة؟ فعليا الفريكشن الموجود بين الكتاب وما بين سطح الطاولة بيحول الكاينتيك انرجي اللي هو أحد أنواع الميكانيكال انرجي بيحولها لإنترنال انرجي. في عندنا هون كتاب بدنا نحركه من A ل B عبر مسارين، هاي المسار الأول وهاي المسار الثاني، بحيث دائما يكون اتجاه القوة المؤثرة على الكتاب موازية لاتجاه إزاحة نقطة تطبيق القوة. فمثلا هون هيك راح يكون اتجاه الفورس وهيك راح يكون اتجاه إزاحة نقطة تطبيق القوة. هون مثلا راح يكون هيك اتجاه القوة المؤثرة على الكتاب وهيك راح يكون اتجاه إزاحة نقطة تطبيق القوة. وهون نفس الإشي. إذا الزاوية ما بين F ودلتا R راح تكون صفر. فإذا مقدار الشغل راح يكون بيساوي مقدار القوة ضرب طول المسار. بالنسبة للمسار الأول الشغل المبذول من القوة الخارجية بيساوي F L1. L1 عبارة عن طول هذا الخط، وF مقدار القوة اللي بنطبقها على الكتاب. حالتنا راح تكون ثابتة في المقدار وفي الاتجاه. بالنسبة للشغل المبذول على الكتاب لما يروح من A ل B عبر المسار الثاني راح يكون بيساوي القوة F اللي هي مقدار القوة المؤثرة على الكتاب الثابتة بالمقدار ولكن راح تكون متغيرة بالاتجاه، و L طول المسار اللي هو هذا. واضح انه L1 اصغر من L2. اذا الشغل المبذول بالحالة الثانية راح يكون اكبر من الشغل المبذول في الحالة الاولى. في الحالتين راح نفترض انه الكتاب اتحرك بسبيد ثابت، اذا الكاينتيك انرجي ما تغيرت، بس احنا في عنا شغل تم بذله من قوة خارجية على السيستم. اذا السيستم الانرجي تبعته زادت، بس وين راحت هاي الانرجي؟ واضح انه هاي الانرجي ظهرت على شكل internal energy، واحنا بنعرف انه internal energy بتساوي الورك للفريكشن. اذا الورك للفريكشن بالحالة الثانية اكبر من الورك للفريكشن بالحالة الاولى. اذا الورك للفريكشن فورس يعتمد على الباث، باث ديبندنت. اذا الفريكشن فورس non-conservative force،